صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، الحضور الكريم، تحيات طيبات أنقلها لأرض الكنانة من دولة الإمارات، أرض زايد بن سلطان حكيم العرب. الذي قال قبل أكثر من 40 عاماً: لن يكون النفط العربي أغلى من الدم العربي. أرض زايد بن سلطان الذي آمن بمصر وقال بعد أن تعالت أصوات في غفلة من تاريخ أمتنا لمقاطعة مصر، قال: لا وجود للأمة العربية بدون مصر. ولا يمكن لمصر أن تستغنى عن أمتها العربية. أحييكم أيها الأخوة، وأرحب بكم، وأنقل لكم تحيات أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة. وتمنياتي لهذا المؤتمر أن يحقق أهدافه في دعم اقتصاد مصر ومستقبل مصر. هذا المؤتمر أيها الأخوة أيضاً يذكرنا بالمغفور له بإذن الله الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. طيب الله ثراه. الذي كان أول الداعين له وأكثر الداعمين لنجاحه. أيها الأخوة والأخوات، نفخر دوماً في دولة الإمارات بعلاقتنا التاريخية الراسخة مع مصر ومع شعب مصر. هي وطن ثاني لنا، كما أن الإمارات وطن ثاني للمصريين. لنا ما لهم وعلينا ما عليهم. تعودنا أيها الأخوة منذ طفولتنا أن مصر هي كنانة الرحمن وموطن السلام وقلب العروبة، فيها خير إنجاد الأرض، وبها ومعها تصنع التاريخ. يعلمنا التاريخ بأن مصر عندما تكون قوية فإنها قادرة على بث الحياة في الأمة وتجديد نهضتها وقيادة مسيرتها. واقرأوا عن انكسار الغزاة على أعتابها وحركات التنور الثقافي التي خرجت من أرضها، ومسيرات التحرر من الاستعمار الذي انطلقت من ترابها. اقرأوا أبطالها وكتابها وروادها، عن أزهرها وعلمائها وقرائها.
اقرأوا عن جيشها وأبطالها وقادتها. أن الوقوف مع مصر الحاضر أيها الأخوة هو بث الروح في مستقبل الأمة، وما نضعه في مصر اليوم هو استثمار استقرار المنطقة سنراه في القد القريب بإذن الله. الأخوة والأخوات، وقفت دولة الإمارات مع مصر خلال الفترة الماضية، وبلغ إجمالي ما قدمته الإمارات خلال العامين الماضيين أكثر من 14 مليار دولار. وأسسنا فريقاً مشتركاً ونموذجياً شفافاً لإنجاز المشاريع الإماراتية على أرض مصر في قطاعات التعليم والتدريب والإسكان والمواصلات والنقل والطاقة وغيرها. واليوم تقف تلك الإنجازات شاهدة أن مصر بخير وأن شعبها مستمر في مسيرته وأخذ موضعه بين شعوب العالم وقادته. واليوم ومن هذا المنبر أحب أن أعلن عن دعم إضافي من دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية مصر العربية بقيمة إجمالي قدر 4 مليارات دولار، بحيث يتم إيداع مبلغ 2 مليار دولار كوديعة في المصرف المركزي المصري، ويتم توظيف 2 مليار دولار أخرى لتنشيط الاقتصاد المصري عبر مجموعة من المبادرات التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً. الأخوة والأخوات، وقوفنا مع مصر في هذه الظروف ليس كرهاً في أحد، بل هو حباً في شعبها، وليس منتنا على أحد، بل واجب في حقها، وليس لعائد سريع نرجوه. بل هو استثمار في مستقبل مستقر لأمتنا العربية. دولة الإمارات ستبقى دائماً مع مصر. وفقنا الله وإياكم، وتمنياتي بالنجاح والتوفيق لمؤتمركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.